تصحيح الكادر الإداري والتعليمي في مركز أطفال كفر كرمين. نرحب بكم وبحضوركم الكريم لافتتاح المرحلة الرابعة من مشروع التعليم التعويضي. نحن بأحد مدارس ريف حلب الغربي، اليوم نقوم باحتفالية بمناسبة انطلاق الدورة الرابعة من مشروعنا مشروع التعويضي برعاية اليونيسيف. الاحتفال يتضمن عدة نشاطات ومنها نشاطات رياضية ألا وهي خطوة بخطوة، ونشاط رياضي مترافق مع أسئلة علمية للطالب، كمان يدعى خطوة بخطوة، ونشاطات غنائية، ورح نختمها اذا الله بمعيد باذن الله تعالى بشعر. طبعا جميع النشاطات طلابيه بحته.